جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، منظمة أهلية غير ربحية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال يلي عندهم شلل دماغي. خدمات اللي بتقدمها جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي هي متعددة ومتنوعة. يعني الاختصاص علاج الفيزيائي يكون فيه اختصاص بالعلاج الفيزيائي، في عنا علاج نفسي حركي بيكون اختصاصيين بالعلاج النفسي الحركي، عنا اختصاصي كمان تقويم كلام ولغة، بالإضافة إلى معلمات قاعة التنمية الفكرية. طبعاً نحن بنستقبل الأطفال من عمر 2 لعمر 12 سنة، بنقدم لهم الخدمات كافة بما هو بيحتاج الطفل. كل طفل طبعاً عنا بيتميز موهبة معينة، ونحن بنستغل هاي الموهبة، المواهب موجودة عند أطفالنا ونعمل النشاطات. نحن عنا كتير أعباء، سواء كانت مادية، معنية، معنوية بالنسبة لأطفالنا. هلأ نحن بنتأمل يكون في حدا داعم يدعم الأطفال الموجودين عندنا، سواء كانت تبرعات نقدية أو تبرعات عينية. الطفل إياد إبراهيم يعاني من نقص أكسجة أثناء الولادة، أدى ذلك إلى تلف بعض خلايا الدماغ وضمور دماغي بنفس الوقت. الحالة مترقية، يعني دائماً بتزيد، أدت إلى شلل رباعي تشنجي مع فرط نشاط حركي لا إرادي. هلأ بالنسبة للطفل إياد كعلاج فيزيائي، الشيء الوحيد اللي إحنا ممكن نقدم له إياه هو إنه نحافظ على حالته بحيث ما يصير عنده أي تشوهات، ما يصير عنده أي مشاكل نتيجة هاي التشنجات المتزايدة. يعني هي يوم عن يوم حتى هي عم بتزيد كتشنجات، ممكن تسبب له ألم، ممكن تسبب له تحدد بالحركة، قصر بالأوتار، تشوهات مؤلمة خاصة بعد التقدم بالعمر بعد ما يزداد نموه. فهذه هاي التشوهات احنا نحاول قدر الامكان نخفف منها. نحن الاطفال بيجون عنا من اكثر من فئه محدده، يعني من اكثر من اضطراب، باغلبهم ما بيكون عندهم فكره اللعب الجماعي، ولهذا اللي نحن كثير بنشجع عليه. ففي عنا كثير ادوات بنقدر نشتغلها معهم. بنبلش اول شيء مثلا مع طفلين يلعبوا بنفس اللعبه، بعدين بنوسع الدائره اكثر. هي داخل القاعه. اللعبة خارج المبنى، في عنا هون حديقة بالساحة، ففيها مجموعة من الألعاب بنعلمهم كيف يطلعوا على السلم شوي شوي، كيف ينزلوا بشكل متدرج، ما يقلبوا فوق بعضهم، مشان إنه تكون الحياة معهم إنه سلاسة بكرة بس ليكبروا. عندي طفل تيم حالة توحد، هو عدواني، بلشنا نشتغل معه بشيء إنه نقدر نهدي. أهله شافوا إنه هو عنده ميل للموسيقى، مثل ما بتعرفي أطفال التوحد ما بيحبوا الضجة، يعني أول ما تحطي لهم أغاني في منهم بيسكروا أذنيهم وبيمشوا. تيم لا، كان يحب يسمع، فاكتشفنا هذا الشيء وأهله اكتشفوا هذا الشيء عنده، فبلش يعزف. عنا مجموعة من الأطفال توجد عندهم اضطرابات معينة مثل الداون، توحد، فرط النشاط، صعوبات التعلم، التأخر العقلي بين البسيط والمتوسط. نحن لقينا أنه لازم تكون عندنا غرفة للتكامل الحسي للشغل مع هدول الأطفال، اللي هي حتشبع عندهم القصص الناقصة، الأشياء الناقصة عندهم اللي هي الحركي، السمعي، البصري، اللمسي، الحسي. فالتكامل الحسي حتكون مجموعة من هدول القصص بتشتغلها مع الأطفال لنكمل عندهم النقص الموجود عندهم.